يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها اليوم الثلاثاء ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من شهر شعبان عام 1444 للهجرة الموافق للحادي والعشرين من شهر مارس الجاري لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك داخل البلاد أو الأخبار من العالم الإسلامي بثبوت دخول الشهر الفضيل ويدعو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه من تكون لديه شهاده او نبا عن رؤيه الهلال للمسارعه بالاتصال بهيئه الرؤيه الشرعيه للابلاغ بذلك مشكورا وماجورا